كل سنة وانت طيبين. كنت بقرأ كتاب كده من لاهوتي روسي، ولقيت انه في فكرة ممكن تكون غايبة عننا شوية، فحبيت ايه افكركم بيها. سميتها الافخارستية هدف الكرازة. يعني ايه الافخارستية هدف الكرازة؟ يعني ببساطة هو ايه حلمك كخادم ارثوذكسي لأي شخص في العالم؟ هو انه يتناول معك، لان احنا واحنا بنصلي القداس بنقول ايه، جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نجد أن نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين. يعني إيه؟ إحنا هدف المسيحية الأرثوذكسية في الكرازة مش مجرد أن واحد يقول اقتنعت أن المسيح ربنا، مش ده الهدف. لا، الهدف الكامل عشان تكمل القصة يوصل للإفخارستية اللي بيها ياخد كل حاجة، لأنه ده منهجنا اللاهوتي. تعالوا نفكرها كده بكذا طريقة. أولا، اللاهوت الأرثوذكسي مختلف عن اللاهوت الغرب. كلمة لاهوت يعني علم، علم الثيولوجي نفسه. الثيولوجي في الأرثوذكسية مبني قوي على الكنيسة، ومبني قوي على الأسرار، ومبني قوي على التجسد. الثيولوجي في الفكر الغربي انتلكتشوال شوي، يعني ايه، غنوصي شوي، بمعنى يميل إلى معلومات. ففي معلومات الشخص بيقبلها او ما يقبلهاش. احنا لا، احنا المعلومات مش هي اهم حاجة. احنا عارفين ان الغلبان اللي في القرية عندنا اللي ما بيقراش وبيكتب نقدر نبص له بصة كلها احترام ونقول الراجل ده قديس. طب معلوماته ايه؟ عمره ما قرأ كتاب باترولوجي مثلا طبعا، ومش حافظ ايتين تلات، بس التصاقه بالمسبح والكنيسة، حبه للسماء، هو ده اللي بيخليه يبقى شهيد. فاحنا عندنا منهجية مختلفة، نظرة مختلفة في الايه، في القداسة. القداسة مش علمانية او علمية او، فبنقول كده شعار الخلاص في الكنيسة، مفيش خلاص بره الكنيسة، والكنيسة بالإفخارستية. يعني لما تسأل اي واحد كده اهم حاجة بتعملها في الكنيسة ايه، هتلاقي الاجابة التلقائية قداس. في ناس ما تفهمش في التسبيح، ماشي. في ناس ما لهاش في الاجتماعات، ماشي. في ناس مش عارف ما بتقراش الانجيل، ماشي. بس هتلاقي اي مسيحي ارثوذكسي حقيقي حياته في القداس، اهم حاجه في حياته هي القداس. اللاهوت الغربي زي ما بقول لكم مبني على المعرفه شويه، على الفكر. وهنا عاوز اقول لكم ملحوظتين، معلش، ومحدش ياخدهم من نظره تعصبيه، ده مجرد تحليل. اغلب الافكار المنهج الكاثوليكي، مع انه قريب لينا في حاجات، لكن تلاقي فيه بعد معرفي شوية، لأنه ما بيناولش الطفل إلا بعد سن معين، مش كده؟ تاخدوا بالكم الحتة دي. عارفين ليه؟ عشان هو منتظر أن مخه يستوعب. واضح المنهج؟ أنا عندي الطفل بيتناول وهو إيه؟ لسه بيرضع. دي مش بتقول حاجة، بتقول حاجة مهمة قوي، ان انا عندي الخلاص المجاني، نعمة تقدم من خلال الاسرار، مش واقفة على مستوى معرفة اللي قدامي، لانه ده بيبي يخلص، ده اللي اتعمد وبيتناول. ولو وصل 12 سنة، طب ومخه ضعيف ومش فاهم اللي بيتقال له، هيعجلها مثلا؟ هم حطوا رينج كده وقالوا سن معين تبدأ مناولته. ايا كان بقى، في دراسات بتقول جوانب عقيديه او جوانب طقسيه، بس انا بنوه لفكره ان العقلانيه داخله شويه هنا. الاصعب بقى ان الكراسي البروتستانتيه لغت الاسرار خالص. فاللاهوت البروتستانتي مبني تماما على الفكر، مش على البراكتس، مش على الاكسبيرينس، مش على المعايشه. كل مسيحي قبطي يتناول، لكن كل مسيحي غير ارثوذكسي عموما تلاقوه بيعرف حاجات. طب وانهي مستوى من المعرفة يخلينا اقول عليه صح كده؟ طب لو نقصه حتة في المعرفة يبقى ايه؟ انا مش ضد المعرفة، لان الكتاب بيقول هلك شعبي من عدم المعرفة، لكن وصول السماء مش بالمعرفة والذكاء والحكمة والمعلومات، لا. وصول السماء مينلي بالإفخارستية زي ما استلمنا من الاباء. بيسبوها الاباء خبرة الاتحاد بالمسيح. يعني انت لما بتعزم واحد غير مسيحي بتعزمه على السماء، مش كده؟ الكرازة معناها كده، انت رايح تعزم الناس على السماء، بتقول لهم انا بدعيكم للسماء،
وبدعيكم ببلاش، يعني انا مش دافع حاجة. طب انت بتدعيهم على السماء، ايه اللي انت what you offer؟ يعني بتوفر معلومة؟ طب المعلومة could be accepted or refused، ولا بتوفر خبرة؟ تفرق بقى كبير. لما رحت شفت في أفريقيا وآسيا والبلاد الحلوة اللي بتخدموا فيها، لقيت إنه ولادنا الأفارقة أو الآسيويين اللي بيدخلوا الإيمان استمتعوا بالقداس وبيحبوا يتناولوا، وده يفيل الممبرشيب أو البيلونجينج، مش عشان الدرس اللي اتقال، هما ده يفيل الاتحاد بالكنيسة وبربنا من خلال القداس. وعشان كده ما تكملش قصتنا أبدا في الكرازة إلا لما يكون في كنيسة وقداس وإفخارستية. ولو ما وصلناش لكده يبقى احنا بنقدم كرازة باهتة، كرازة ناقصة. وعشان كده حرصنا على كاهن في كل بلد، وحرصنا على كنيسة مهما كانت صغيرة، وحرصنا إن كل موعوظ نشوقه للتناول، عشان يوم ما يتعمد تبقى أجمل لحظة في عمره وهو بيفتح بقه وبياخد جسد المسيح ودمه. الإيمان، خبرة الاتحاد بالمسيح في الفكر الأرثوذكسي تبدأ بالإيمان. الإيمان مش معرفي برضه. بمعنى إيه؟ الإيمان ينقل نقلا عن طريق الأسرة المسيحية. يعني كلكم تقريبا اتولدتوا في أسر مسيحية، شربتوا الإيمان شرب، مش خدتوا محاضرة إيمان بعدها بقيتوا مسيحيين، مش كده؟ كلكم شربتوه، زي ما قال القديس بولس لتيموساوس: الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لوئيس وفي أمك إفنيكي، لكني أنا موقن أنه فيك أيضا. إيمان الأم ده هو أساس الاتحاد بالمسيح. فكلكم شايفين كده، والأمهات بكرة البنات والأمهات دول كلهم بيسلموا الإيمان من داي وان، مش هيستنوا لما الطفل يبقى مهدد، فهم ما فهمش، عرف ما عرفش. لا، دي السامة ما فيهاش فصال، لازم من أول يوم أكون مطمن على أبديته. تيجي المعمودية بتلزقني في المسيح، بتخليني مش تبع آدم الأولاني، تبع المسيح نفسه آدم الثاني، بتنقلني نقلة كبيرة قوي، بتلزقني في ربنا. المعمودية بتعمل كده، بنموت معاه ونقوم معاه. تيجي الإفخارستية تثبتني. يبقى هي دي فكر الإيمان الأرثوذكسي ببساطة، هو ده اللي احنا عاوزين نوصله لأي حد في أي بلد. أنا براجع معاكم بيزكس، لأن بعضنا بيركز على واحد بس، وطبعا ما فيش أسرة مسيحية فبيقوم بدور اللكتشرر اللي هو المحاضر. لا، المحاضرة ما توصلش الناس للسم، ممكن تبقى أول زق، لكن هي ما تمشيش كده. هو لما يعيش معاك ويحبك، وبعدين يدخل الكنيسة ويتفرج على القداس وما بيتناولش، وبعدين يقرأ الإنجيل، شوية شوية يستوي، يبقى مشتاق، مشتاق للي انت عايش فيه، مشتاق يبقى واحد زينا اسمه مكتوب في السماء في المعمودية، وبياكل جسد المسيح ودمه في الإفخارستي. هو لازم يبقى الشوق ده اتحرك جواه، واسيبه شوية كده ايه يعني يستوي على الشوق ده قبل ما يدخل على العز ده كله. بعد كده تيجي الحياة الكنسية. حياة الكنسية يعني كل حاجة بقى، حط التسبحة، حط التعليم الكنسي، حط مدارس الأحد، حط اجتماعات، حط خدمة. كل دي بقى بتعمل ايه؟ بتزود لزقتي في ربنا. لأنه ممكن قوي لو كانت الممارسة طقسية بهتة ما توصلش لكل المطلوب. أخيرا يجي الإنجيل من جوه الكنيسة، من بطن الكنيسة، زي ما قال أغسطينوس: مش بفهم الإنجيل من بره الكنيسة، باخده من جوه الكنيسة. يبقى كل ده وسائل اتحادي بالمسيح، وانا ما فيش سكة للسماء غير بالمسيح. الموضوع ملوش علاقة قوي تاني بالمستوى العلمي والثقافي ومستوى الاستيعاب، لا، القضية ببساطة هو لازق في ربنا ولا لا. ولازق في ربنا ضمنيا لازم يكون تايب، لانه اي خطية بتفصله عن المسيح، واي توبة بترجعه للمسيح. والإفخارستية بتربطه بالمسيح طول الوقت، وجوده في الكنيسة بيخليه ثابت في ربنا، وهكذا. تعبير الجميل اللي احنا كلنا عايشين عليه لما ابونا يقول في كل قداس: يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. هو ده بصراحة هدف العالم كله، أو هدف الكنيسة للعالم. الكنيسة بتقدم ايه للعالم؟ المؤسسة دي اللي اسمها الكنيسة، ايه اللي بتقدمه للعالم؟ بتقدم اغلى حاجتين في الدنيا، بتقدم غفران وبتقدم حياة ابدية.
وده ما بيجيش غير بالمسيح اللي هتتناوله، لأنك آمنت بيه ولزقت فيه في المعمودية والميرون. فهنا بيبان أنه ده غرضنا كلنا، المقولة دي هي اللي بتحركنا كلنا، وشهوة قلبنا في كل بلد أن كل البلاد دي تؤمن وتتعمد وتتناول. أوسطينوس له تعبير جميل يجوز سمعته قبل كده، يقول إيه؟ المسيحيين بيعملوا إفخارستية والإفخارستية بتعمل المسيحيين. يعني أنت بتتعامل مسيحي لما بتتناول، مش لما بتصلي صلاة عادية ولا بتسبح ولا حتى بتخدم. ما هو في ناس بتخدم خدمات ملهاش دعوة بالمسيح. لا، أنت بتتعامل أو بتتعجن مسيحي لما بتتناول. هي ده اكتمال طبيعتك كإنسان مختلف عن كل العالم، حاجة اسمها مسيحي كده، وده اللي بيدخلك السم. نقول بقى شوية توصيات عملية. الموعوظ في أي بلد يا أحبائي لازم يحضر قداس موعوظين فترة. يعني إيه؟ لازم يدخل يحضر قداس، يسمع النغمات، يسمع القرايات. أبونا يشرح له القرايات دي ليه؟ في بعض الكنائس كان زمان يقولوا له تفضل عند بالحقيقة نؤمن، لأن اللي جاي ده جزء خاص بالإيه؟ بالمعمدين. من هنا تسمى قداس موعوظين. حاليا ممكن نسمح انه يستمر في حضوره للقداس بس ما يتناولش. يعني ايه؟ اتصور ان في واحد في بلد مثلا زيمبابوي، وبعدين عندنا ابونا بيصلي قداس، وهو دخل مع واحد صاحبه يحضر، ولو عرفنا نكلمه بلغته نكلمه بلغته، نقرا له القرايات، ويبقى ممكن يحفظ شويه الحان، كل ده لسه ما مش متعمد، وبعد ما ممكن يكمل القداس ويتشرح له ايه اللي بيحصل لكن ما يتناولش. وبعد 6 شهور على الاقل الشوق يتحرك جواه، وانا امتى هتناول بقى؟ وانا نفسي ابقى واحد زيكم، نفسي ابقى تبعكم. فعشان كده فترة اعداده ما تقلش عن 6 شهور، لانه لازم الشوق يتحرك جواه للمايدة دي، اغلى حاجة في العالم كله. أغلى حاجة هي المذبح اللي على الأرض ده اللي يحمل جسد المسيح ودم. فلو عمدته بدري، على فكرة أنا ضيعت عليه كل حاجة. يعني الفطام المبكر ده خطر جدا. لا، خليه ياخد وقته لغاية ما يستوي، يبقى هيموت يتناول. ساعتها وانت متأكد انه تائب وانه مؤمن، ممكن بقى يقبل معمودية بعد سنة بعد 2 زي ما يكون ابونا شايف، وبعدين يدخل على التناول. من هنا بنقول الموعوظ في الفكر الأرثوذكسي يأخذ الإنجيل مغموسا في الطقس. يعني إيه؟ كناس الغربية لما بتتكلم عن المسيح بتعمل بايبل ستادي بس. أنا البايبل ستادي الأساسي في الفكر الأرثوذكسي هو إيه؟ هو الليتورجية، هو القداس. يعني إيه؟ بولس بيقول إيه في الوقت اللي بطرس قال إيه، والمزمور قال إيه، ومتى قال إيه؟ والإنجيل مش القداس ماشي كده؟ الوجبة دي بقى وصلت له، أيوة أنا ابتديت أفهمه. يبقى أنا بستفيد من الليتورجية أو قراءات القداسات، فإنها هي اللي بتقدم لي مادة الموعوظين. ما يمنعش أن أنا أعمل بايبل ستادي في يوم تاني بعد الظهر وأشرح إنجيل مرقس كلمة كلمة في أي بلد، لكن أنا بشرح لكم إزاي أن قداس الموعوظين مادة كرازية غنية جدا. لو القرايات اتعملت صح واتشرحت في كل قداس حاضرينه نون بليفرز، الحقيقة ده لوحده مدرسة كرازة مظبوطة. تخيلين واحد حضر السنة التوتية، السنة القبطية كلها قداسات، لو الأحد بس أو أحد ويوم تاني، هو خلاص هيبقى تعرف على كل حاجة، تعرف على الثالوث، تعرف على الفداء والتجسد، تعرف طبعا على الأسرار، تعرف على التوبة المستمرة، تعرف على كل حاجة من غير ما أعمل مجهود، وتعرف على الإنجيل صح لأنه خده من بطن الكنيسة من خلال قراياتها، وهو مخموس جوه الألحان وجوه البخور وجوه اللبس الأبيض وجوه شركة السماويين، كل ده بيبقى طالع بشكل مظبوط. أنا بزعم، يعني بدعي، يعني بخمن أن أحد أسباب الإلحاد في العالم هو ابتعاد الكنائس الغربية عن المذبح أو عن الإفخارستية بالذات. الكنائس لما طبعا هي بدأت في القرون الوسطى بتجاوزات من الكنائس الكاثوليكية أو الغربية. تجاوزات يعني إيه؟ كنيسة اتمزجت بالعالم زيادة أو سيطرت على الدنيا، بقى لها إيه؟ ممتلكات كتيرة، أو بقى الإمبراطور لازم يبص إيد البطرك، والبطرك ممكن يتدخل في السياسة،
المرحلة دي شوهت الكنيسة أوي، لأنها طلعت ما بقتش مملكتي ليست من هذا العالم، بقت مملكتي دنيوية. فطبعا الناس ابتدت إيه تبعد عن الكنيسة، لأنه فقدت جمالها التقوي أو الروحاني أو البسيط. حصل رد فعل عنيف جدا بقى الثورة البروتستانتية لما طلعت. الثورة البروتستانتية على قد ما كانت رافضة الأخطاء، كان معاهم مليون حق في اللي رافضينه، حذفوا الإكستريم التاني طبعا، لأن الشيطان كان عاوز يمزع الكنيسة. فابتدوا مع الأجيال يشطبوا على الثوابت. الثوابت يعني ما فيش كنيسة من غير معمودية ومسبح، ما فيش كنيسة من غير كهنوت، وقيمة الكنيسة كلها كانت في الإفخارستية. فلما الثوابت اتشطب عليها لقينا أنه دي كانت مقدمة أن العالم المسيحي يتراجع عن مسيحيته ويبتدي يقول إيه، بما أنها فكرة يلا فكرة بفكرة، مش أنتوا بتقولوا فكرة ربنا موجود، إحنا هنقول فكرة ربنا مش موجود. لكن اللي بيتناول ربنا مش هيعرف يقول كده، فاهمين اللي أنا عاوز أوصله؟ يبقى فرق كبير قوي بين اللي بيدافع عن فكرة، يصد واحد عنده فكرة وده بيقول لوجيك وده بيقول لوجيك مش هنخلص، وبين واحد بياكل ربنا، واحد لازق في ربنا، واحد عايش بربنا. فالقصة بالنسبة له مش منطق ولا لوجيك ولا ريزونينج، موقف بالنسبة له حياتي كياني. فحتى لو ما عرفش يدافع هو مستعد يستشهد، لكن مش ممكن هيسيب الإيمان أو يتراجع عنه. وده يفصل لنا ليه الإلحاد اتأخر في بلادنا، طبعا هو داخل للأسف بسبب العقلانية اللي ماشيين فيها، لكن الإلحاد بينما دخل في بلاد من بدري معرفش يدخل قوي على الكنائس الأرثوذكسية في العالم بنفس السرعة بسبب الإكسبيرينس، إن الناس دي مش عقلانية بزيادة، لا هي ناس روحانية بجد. فالروحانية دي وقفت صدت مع الناس، بحيث حتى الشاب اللي تناول كتير وارتبط بالمسبح حتى لو دماغه اتلخبطت كتير منه بيرجع تاني يرد للمسبح. إذن الله صار فكرة عند البعض، لكنه عندنا هو شخص يحب ويتحد به زواج أبدي. الله عند طوائف تانية لا يرى ولا يلمس، إنما أنا بعزم الناس في كنيستي أقول لهم تعالوا شوفوا ربنا، تعالوا المسوا ربنا، تعالوا اسمعوا ربنا. مجتمع الكنيسة الغير إفخارستي هو مجتمع يدعي المسيحية لكنه ما حققش اللي المسيح عاوزه بالوحدانية. لما بيقول أريد أن يكون الجميع واحدا، الوحدة دي مش شطارتنا بس نحب بعض، الوحدة دي نعمة بناخدها بالتناول، نكون جميعا جسدا واحدا وروحا واحدا وكمان جسد مع القديسين. فالقصة مش شطارتك تحب الناس فتبقى معاهم واحد، لا، النعمة اللي بناخدها في الميرون والإفخارستية هو ده اللي بيخلينا كيان واحد. فهنا المجتمع الإفخارستي هو اللي محقق ده. الإفخارستية والحب الحقيقي آخر حاجة عاوز أقولها. الحب طبعا هو رسالة المسيحية للعالم، احنا دايرين كل البلاد نحب الناس عشان نجيبهم لربنا. بس لو الحب ما وصلش لمعنى الإفخارستية يبقى ناقصه حاجة كبيرة قوي، لأنه الحب اللي بتاخده في التناول، خلي بالكم نفسي الآية دي تربطوها كل مرة تتناول، وانت واقف في القداس بيحصل حاجة غير كل الحاجات العظيمة اللي بتحصل. الآية دي بتحصل في كل قداس، الروح القدس بينسكب، يقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. يعني ايه؟ يعني لو انت بتصلي لترجية صح وبتتناول، في حب مستورد سماوي داخل قلبك، ده ما تقدرش تجيبه بالشطارة وبالكتب وبالمعلومات، لا، في نعمة، في حاجة مش بتاعتك، في قلب آخر، قلب المسيح بيدخل فيك انك بتلزق فيه. فهنا محبة الله انسكبت، ده اللي بيحصل وانت مش واخد بالك، انت قاعد تصلي وتتوب وتسبح جوه القداس، لكن بيحصل في الوقت ده امتلاء بالروح القدس او امتلاء بالحب الحقيقي. وعشان كده طاقة الأرثوذكسي أن يحب أعدائه هي طاقة إلهية. ما تقروا قصص الشهداء روسيا مثلا في آخر 70-80 سنة، الناس دول شافوا عذاب فظيع، بس دول كانوا عايشين بتناولوا على فكرة، لكن كانوا بيحبوا اللي بيعذبوهم بجد وبيصلوا لهم، وقصص مؤثرة جدا. هي الطاقة دي مش طبيعية طبعا، دي مش حاجة بشرية، لا، دي كلها نعمة سماوية.
برضو تفتكروا حاجة مهمة في يوحنا 13، قبل ما المسيح يحكي يدخل على الإفخارستية على طول في تأسيس السر، قديس يوحنا ذكر حاجة مهمة أوي. قال إن مقدمة العشاء الرباني كان حب لا نهائي. يعني قال إيه؟ أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم للآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. He loved them to the end. الحب ده هو اللي ورا العشاء الرباني. الحب ده هو اللي خلى المسيح يدينا جسد ودم. وبالتالي انت لما بتاخد الجسد والدم، الحب الضخم ده كله بيدخل قلبك. وعشان كده لما بتبعدوا عن التناول، ربنا يحميكم، تلاقوا نفسكم عصبيين وبيخين ومتذمرين ومش طايقين روحكم ومفيش حاجة ليها طعم. انت فعلا فقدت كل حاجة لما بعدت عن التناول. بينما لو انت صليت قداس حلو وتناولت، طبعا بتطلع كأنك اتبدلت، كأنك غير ما دخلت خالص. ليه؟ فعلا في نعمة تسكن القلب وتغيرك. ربنا يسوع قال ان قدمت قربانك على المذبح وهناك افتكرت ان في حد زعلان، سيب القربان، لان الافخارستية ما تتعش غير بالحب. حب الناس، تتناول، تناول تحب الناس. الاثنين دول لازقين في بعض، ما ينفعش تفصلهم عن بعض. قديس أثناس يذكر له التعبير ده، ان المسيحي انسان افخارستي. افخارستي طبعا جايه من كلمه افخارستيا، يقولها في الكاهن في القداس، افخارستي سومنتو كيريو، يعني تعالوا نشكر الله. اصل كلمه خارس يعني نعمه، فافخارستيا يعني تقدير النعمه او شكر النعمه. انما يعني ايه المسيحي افخارستي؟ يعني بالبلدي كده واحد ماشي دلدق حب على الناس. لو انت مسيحي حقيقي موجود في الدنيا تحب، عايش حالة حب، كل الناس بتحبهم، مش لازم توعظهم، لكن ممكن تخدمهم خدمة صمت. لكن الشخص المسيحي الحقيقي هو دائما في حالة حب، فمشارك لكل الناس، مشارك لألمهم وأوجاعهم وفقرهم ومرضهم. اتنين، افخارستية بالمعنى الآخر هو إنسان في حالة شكر دايما. يبقى حالة حب وحالة شكر، عنده عرفان داخلي كده، ربنا اختارني ابقى ابنه، لزق فيا، حط فيا روحه، فانا مفيش حاجه اقولها غير ان انا اشكر. ماذا ارد للرب عن كل احساناته، كاس الخلاص اخذ باسم الرب. وبالتالي افخارستية يعني الشخص ما يقدرش يبعد عن الافخارستية. لما اقول انسان افخارستي يبقى معناه يتقدم للاسرار دائما. أراجع اللي قلته، هدف الكرازة أحبائي هو المقولة الجميلة اللي اتحطت في قانون الإيمان، نحن كلنا نشارك في تكوين كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. كنيسة واحدة يعني إيه؟ ما فيش غير إيمان واحد، وبالتالي جسد واحد للمسيح، فلازم تبقى كنيسة واحدة بس مرتبطة بالإيمان المستقيم المسلم، منفعش حد يضيف ولا يغير. مقدسة يعني يقودها الروح القدس، يعني لا تقبل شر العالم، ما تتجوزش الدنيا، ما تعرفش تتصالح مع الهرطقات والبدع والشهوات والفساد اللي في الدنيا. جامعة يعني نفس الكنيسة دي تجمع كل أشكال البشر ولغتهم وثقافتهم. إذا احنا مطالبين كخدام كرازة ان احنا نشارك في تكوين الكنيسة دي، لان احنا بنهتف كل يوم في قانون الإيمان ان الكنيسة جامعة. عاوز اقول لكم كتير مننا كذابين، سوري، كذابين. ليه؟ وانت بتقول نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة، يقف جنبك واحد لونه مختلف تلاقي نفسك عاوز تبعد عنه، يبقى انت كذاب، لانك لا تؤمن بكنيسة جامعة. جامعة يعني لازم قلبك يبقى جامع كل انواع البشر طالما دخلوا بالايمان الواحد. رسولية يعني مبنيين على اساس الرسل والانبياء، مش بنألف. كنيسة اعمال الرسل، الكنيسة الاولى هي اللي على نهجها بنكمل. هدف الكرازة ان احنا بنعلن موت عن المسيح وموتنا عن العالم. المسيحي هو شخص مات مع المسيح عن العالم، فالعالم بالنسبة له غريب، هو ضيف في الدنيا دي لانه هو مات بالنسبة للدنيا. تصور واحد ميت دلوقتي بيتفرج على الدنيا، خطيط يعني ابونا مينا رمزي ربنا يفرحه بالسماء، هو دلوقتي بيتفرج على الدنيا بس غريب عنها. مش كده المفروض كلنا نبقى عايشين بالنية دي، لان احنا متنا من ساعة ما تعمدنا، وبنجدد فكرة الموت والقيامة دي كل مرة
تبتدي في المعمودية لكن تكمل في التوبة والإسلام. عشان كده نقول في آخر التناول، في آخر القداس، أؤمن وأعترف للنفس الأخير، يعني أنا مستعد أموت دلوقتي مفيش مشكلة. فإحنا الناس اللي عايشين مختلفين عن بقية البشر لأننا جوانا موت وقيامة، جوانا صليب وقيامة المسيح طول الوقت، فاللي بنقدمه حاجة مختلفة عن كل البشر، وكل ده مرتبط بالإفخارستية. لإلهنا كل مجد وكرامة.